هلا والله نورتوني. اليوم الفيديو بدأ من السماء من مكان عالي مثلكم. طبعا ما يعرفني أنا مصطفى عراقي، طلعت من العراق في سنة 2013، عشت أول سنتين في تركيا وحاليا في ألمانيا. من محبي السفر والمغامرات لحد الآن زرت أكثر من 20 مدينة وعشر دول، حلمي أزور أكبر عدد من المدن. تابعوني وهسه أخليكم تستمتعون بهاي اللقطات الجميلة من بداية الفيديو. هلا وشلونكم؟ طبعا انا محطوط الباص بعد العشر دقائق يجي يوديني على منطقة بعد منها نص ساعة او اكثر شوية، بس المنطقة كلش حلوة، هدوء على البحر مباشرة، ان شاء الله تعجبكم، خليكم وياي. طبعا وصلت، الجو حيل حلو، بعد كل الناس اللي حابة تطلع تاكل، المطاعم الباقية صار كلش ازدحام لان كل الناس قاعدة تشتغل منها، يقعدون على البحر ياكلون لان المطعم ماكو ممنوع حاليا بسبب كورونا. بس حبيت اوضح شغلة، القناة بعدها جديدة وهذا الفيديو طلع لحضراتكم لان انا مسوي الاعلان في يوتيوب، اللي اتمنى منكم لايك واشتراك في القناة. Thank you.
طبعاً أنا جيت لهذا المكان اليوم متقصد، رغم إنه الجو يعني هواء قوي زين، بس يعني هذا الهواء له أسبابه هنا، له جوه. هسا أشوفكم هنا دول يلعبون رياضة، بس بهاي الأجواء يعني تنجح. من يكون أكو هواء، من ما أكو هواء ما حيقدرون يشوفوا يلعبون هاي اللعبة مالتهم أو هاي الرياضة هي تسلج، بس بطريقة مختلفة مو على مواج. هاي هم يسوون امواج لنفسهم. شوف هذا راح ينزل او هاي، مو هذا، هاي هيجي طيقها من برا وراح تبدي. طبعا ما اعرفهم هنا ما يبردون، ما هاي البدلات مالتهم انه تدفي يعني ما تخلي برودة المي والمي يدخل لهم. راح تنطلق، شوف طلقت. هذا النصب التذكاري البحري اللي يمكن تشوفه من وسط البحر يعتبر واجهة لمضيق كيل، يرتفع 85 متر، وبي منص من خلاله تقدر تشاهد منظر بانورامي للبحر والجزر الدنماركية. قصة هذا النصب لإحياء ذكرى أعضاء البحرية اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى، وتم افتتاحه في سنة 1936 ومدة بناء حوالي 7 سنوات، وفي نفس الوقت اعتبر نصب تذكاري للبحار السلمي في البحر المفتوح في ذلك الوقت. وهذا في اختصار حتى ما يطول الفيديو ويصير ممل. خلنا نحكي لكم شغلة، طبعا هذا المكان تحديدا اللي أنا بيه جيته ب 2018 يمكن، زين أنا جيت قاعد بغير مدينة تبعد من هنا 7 ساعات. شفت المنطقة هاي اللي عجبتني، نفس المنظر هذا شفته بالضبط، وحتى الجو كان هيك شيء، بس يمكن هواء اكثر اقوى ابرد، يمكن كان شويه يعني الشتاء مو مثل هسه يعني الجو ها شويه كسر زين. بس للاسف كنت يعني بذاك الوقت يعني ما مسموح لي ان نقل غير مدينه، يعني كل ما حد قاعد بمنطقته الثابته ما مسموح له، يعني كنت بعد جديد بالمانيا زين. هاي مرت كم سنة بعدين سمحوا لي انه انا اقدر انقل، جيت لهاي المنطقة قدمت نقل، وقدمت نقل للشغل مالتهم، والحمد لله انه صار اثنين نكون سوية وجيت لهاي المنطقة، ورغم انه انا هاي المنطقة ما تعرف بها ولا شخص، يعني ما اعرف بها اي احد، حتى الناس تسألني انه تعرف احد هناك قلهم لا، بس انه شيء عجبني وشيء غدته اسويه والحمد لله انه سويته وصار، رغم انه هاي المنطقة صايرة يعني بشمال المانيا بالضبط، وانا كنت قاعد تقريبا يعني شو نقول بنص المانيا بالوسط او بالاقرب للجنوب، فنقلة يعني 7 ساعات واحدة واحدة منطقة ثانية، نقلة كانت كلش، بس الحمد لله انه سويت الشيء اللي اريده. طبعا هذا المكان، هذا مكان خاص مع الناس يطبقون بهم اليختات مالتهم، شو مثل هذا السفينة مالته، هذا اليخت اللي وراي زين، وهكذا هاي المسافة كلها. هسا حشوفكم وانا طابق اليخت مالتي. شوف هسا هذا اليخت شلون حلو،
هسه انا ورا مكان واحد اخت مالتي. تعال شوف لكم، تعال شوفوا هذا الاخت مالتي. هسه ان شاء الله حوكله زين، وكل تحديثات جديده يكبر يصير بقد هذا. ما عليكم، انتوا بس تابعوا الفيديوهات الجايه. هاي الاخت الصغير راح يكبر يصير بقد هاي الاخت، ممكن الموديل شويه يختلف. بعد ما شفتوا الاخت مالتي هسه نشوفكم شلون السرعه مالته مواصفاته. خليكم وياي هسه وقت اللعب. هاي واخيرا وصلت السفينة، عاد ارجع بيها للمنطقة مالتي هاي مركز المدينة، ومن هناك ارجع. طبعا انتظرتها مخصوص ساعتين حتى ارجع بالسفينة، ما ارجع بالباص هم، حتى تشوفون اجواء البحر من داخل السفينة وتشوفون المناطق الدائمة داخلها. رغم ان الشحن عندي قليل بس هحاول اصور اشوف شلون ارتبها. خليكم وياي. الناس المميزين اللي وصلوا لنهاية الفيديو، أحب أشكركم على المتابعة وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسونا من الدعم وانتظرونا في فيديو جديد. تحياتي.